النهارده كان عندنا مجموعه من مباريات الدوري العام، ابتديناها الساعه 5:30. كان في مباراه الزمالك مع طلائع الجيش، وفاز نادي طلائع الجيش على نادي الزمالك 3-1 في مفاجاه. الاسبوع اللي فات طلائع الجيش خسران من بيراميدز 5-2، النهارده بيكسب الزمالك 3-1. وايضا كانت في المباراه اللي جمعت ما بين المصري مع زد، والمباراة دي أنا هتكلم عنها شوية، محتاج أتكلم فيها في كام نقطة مهمين جدا. وفاز زد على المصري 1-0. والساعة 9 بقى انتقلنا لمباريتين، مباراة النادي الأهلي مع نادي إمبي، وفاز وتعادل النادي الأهلي مع إمبي تعادل إيجابي 1-1. وعلى الجانب الآخر بيراميدز بيكسب الداخلية 1-0 في بلس 90 بهدف لمروان حمدي. تعالوا نشوف مع بعض الاجوال اللي جت النهارده في الاول كده، ونبدا بمباراه المصري مع زد، وهدف الوحيد في المباراه لمصطفى زيكو لاعب نادي زد، بيفوز زد بهذا الهدف ويحقق 3 نقاط. دي مباراه الزمالك مع طلائع الجيش. هذه المباراة زي ما قلت لكم اللي انتهت، عمر السعيد بيسجل دون احتفال طبعا لانه كان لعيب في نادي الزمالك، الهدف الاول لنادي طلائع الجيش. وبعد كده سامسون الغائب الحاضر مع نادي الزمالك بيتعادل لنادي الزمالك. وبعد كده بيقدر فريق طلائع الجيش انه يسجل الهدف الثاني في المباراة لطلائع الجيش، واحد هدف من الاهداف الهايله لكريم طارق، هدف هايل 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 يا ولد، هدف حلو قوي لكريم طارق، بيفكرني بهدف الكابتن الخطيب في ماتش الاهلي والمصري في بورسعيد، برضو كانت عرضيه كده والكابتن الخطيب حطها. ودي ركله جزاء، دي ركله جزاء، محمد حمدي زكي بيسجل الهدف الثالث لطلائع الجيش، ويفوز طلائع الجيش على الزمالك 3-1. اما مباراة بيراميدز بقى مع نادي الداخلية، الداخلية الهابط لكن عمل مباراة هايلة، وادي مروان حمدي بيسجل الهدف الوحيد لنادي بيراميدز وهدف الفوز، هدف 3 نقاط لفريق بيراميدز. دي مباراة امبي مع النادي الاهلي، التقدم كان لنادي امبي 1-0 بالهدف اللي سجله نادر حواش. اتقدم امبي 1-0 لكن قدر المرزق كهربا، عشان المرزق على فكره المرزق دي مش حاجه وحشه، ده المرزق دي حاجه جميله، رزق من عند ربنا، بيقدر كهربا انه يسجل هدف التعادل للنادي الاهلي. كهربا تحركات كتير، جاب قبل الكوره دي بالظبط جاب جول برضه، بس الحكم احمد حمدي لغاه بعد ما راح للفار واحتسب تسلل، وبعد كده على طول بعدها بدقيقه بيسجل كهربا هدف التعادل للنادي الاهلي. اتكسرت سلسلة الانتصارات المتتالية للنادي الاهلي، وقفت عند الرقم 21، على فكرة رقم 21 ده رقم خيالي يعني مش رقم عادي، لكن توقفت بقى خلاص هذه السلسلة عند رقم 21. يا ترى بقى مين يعيش ومين يشوف، مين المدير الفني القادم اللي هيجي للنادي الاهلي مثلا، او ممكن الحالي كولر يعملها تاني والرقم ده يزيد، ولا ننتظر مدير فني قادم بلعيبة جديدة بجيل جديد.